والله ما اعرف اركب سكيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم محمد، اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. اليوم عندنا تحدي جديد، لكن قبل نبدا التحدي بعرفكم على شيء من زمان كنا ناكله واحنا صغار. فعندنا اليوم بسكوت ديما. يا الله، اليوم جايب لكم بسكوت ديما. طبعا زي ما تشوفون هذا هو كنا ناكله واحنا صغار ولا زلنا ناكلها. فاحلى شيء تستخدمه مع الشاي، او انك تغمزه بالشاي وتاكله، او انك تستخدمه مع مكونات الحلا او الكيك. فالجائزة اليوم من التحدي راح تكون الفوز راح ياخذ البسكوت اللي هو انا. لا انا انا محمد. اول شيء بعرفكم عن النكهات. اول نكهه عندنا الكاسترد والفراوله والبرتقال وبلاك اند وايت الابيض والاسود والبلو بيري اللي هو التوت الازرق والشوكولاته والموز. طبعا هذا جوز هند، خلصناه من قبل نوصل، قبل نبدا التحدي. والله معلش بالطريقه يعني تعرف جوعانين. فهذه النكهات وفي فانيلا طبعا. الحين خلونا نبدا التحدي واللي يفوز راح ياخذ بسكوت. وبسم الله رجعنا لكم. الحين جاء وقتنا نسوي التحدي. طبعا زي ما تشوفون عندنا الجدار الاسود هذا او الجدار مغطى، ووراه فيه عقبات وفيه تحديات، لكن الله يعين ممكن فيه عفو، يمكن فيه اشياء حلوه. فا والله ما اتوقع انه فيه اشياء حلوه. والله من جد ما في شيء واحد. طبعا زي ما تشوفون عندنا ثمان حبال. تسحب انت اول. خلاص يبدي. يا اخي ما كل شيء حجر يا اخي، وش تسوي؟ عادي اني بفوز عليك. اقراك ما لي دخل. يلا خلاص انا بخسر من اول. بتروح اول كيف كنت اللي تبي. بالله اسحب اسحب. ايش هذا؟ عرفت وش هو؟ انا اللي متيبه ذا. ايش معناها طيب؟ الكهرباء. لا والله اقسم بالله. اثنين ثلاث. والله كاس. والله حاط ما جاني احد. المحظوظ جت عليهم كلهم الا هذه. ما ادري اسحب. يلا بسرعه اسحب واحد. يلا مشوي عادي رجع عادي رجع عادي كنسل. ترك بتكمل فيها طيب. يلف على وجهي واكمل التحدي فيه. يا الحمد لله ما جاني شيء ثاني ذاك. يلا اسحب. يلا طالع ترى ما اشوف. عفو والمحظوظ. ايش هذا؟ عفو يا خفيف بعدين. يا اسحب. يلا اسحب. اسحب. هلا والله. والله ما عرفت هذا. وشو؟ ها؟ كمل. صوت كيس. والله تكمل. صوت كيس. ها؟ لا لا في بنايلن. تلف في بنايلن. ارجع جوا. اسمع. طيب طلع له قلم. ايش معناته قلم؟ برسم على وجه الرسمه اللي ابغاها. تلف علي نايلو صح؟ كلش. بيطلع باقي واحد. كيف شكله؟ في انا ما جاي. ما ادري شوف شكله. والله ثقيل. ايش ذا؟ جريل. امي وش حاط؟ بارد. كمل في التحدي. والله ما اكمل. وبسم الله رجعنا لكم. الحين احنا موجودين في الكويت مع يوسف العطار ومحمد العطار. طيب احنا الحين وين؟ في البر. وش رايكم وش نسوي؟ نبي نسوي شيء مو خطر. مو خطر. باركور؟ بس صعب. صعب؟ بس مو خطر. نبدا المطاردة؟ ثلاثة. اوه
بسم الله رجعنا لكم. طبعا زي ما تشوفون عندنا الخشب هذا او العقله هذه. طبعا التحدي بكل بساطه زي ما سوينا من اول اللي هو تحدي السلم الغلط، لكن هذه مره مو سلم غلط، هذه مره تتعلق بيدينك واحده منهم او ثنتين منهم غلط. بسم الله بشكل عشوائي ويطيح في المسبح. ما شاء الله المسبح مره نظيف ويطيح فيه. طبعا زي ما تلاحظون تقريبا كلهم مطيبهم بالنص عشان ما يبين اي واحده مكسوره، فالمكسوره الثالثه والقبل الاخيره هناك. يلا وحش ما لي دخل، كيفك قبضتها على طول؟ خلاص راحت يدك طويله. يلا اللي بعده. ايوه كذا حط يدك على طول. حط يدك على طول، حط يدك على طول، لا تحط يدين، حط يدك على طول لا تحط يدين. راح والله في وش. شوف حمد شوف 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 يلا يا ليل قوى يا ليل قروشة الله. خلاص خلاص هيني 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 هيجيبها خلاص وحشة هيجيبها. وبسم الله رجعنا لكم. الحين جاء وقت ان ندمج رياضتين مع بعض، الباركور مع السكيت. بنشوف كيف راح تطلع. احنا اول مرة نجرب سكيت. مو اخر مره ركبت سكيت وانا عمري يمكن 9 سنوات. أيوة وكانت مضروبه، كانت بس كي امشي. يلا 1 2 3 وحش يا محمد الله عليك. فوق والله وحش. الحين شلون انزل؟ شلون انزل؟ بلا تكفى انزل. شلون انزل؟ بلا اجرب ما اعرف. ايوه ايوه بس كذا وضعيته. من؟ هذا مو كذا، هذا ركبه محمد. الله عليك. مو هنا مو هنا، انا ما قلت هنا والله ما قلت. خلاص خلاص روح يلا. ما قلت هنا تروح من هناك، ما قلت من هنا. صعب. ايوه. لا محمد. لا ايش هذا؟ ديفرون. يا عبد الله جاهز؟ ها؟ هذا التحدي بخلي لك دام انه دايف رول حركة مفضلة عندك. يلا تفضل بس بدون ذا الشيء. خلينا نشوف كيف بتسويها. يلا ايوه ايوه مع ركض ايوه حلوة. التحدي اللي بعده نزول. لا تعال ركض من هناك. طلعت صعبة بزيادة. ايوه باك تطلع بعدين تنزل مره ثانيه، بعدين تنزل مره ثانيه. كمل 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 نزول نزول. ايوه نزول نزول. ايوه 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 ايوه. الله تدمج الباركور مع سكيت يطلع لك زي كذا. بدون بطيء بدون بطيء بطل بطل. وبسم الله رجعنا لكم. الحين جاء وقتنا نسوي تحدي جديد. طبعا راح نحط المشاريب هنا كلها على الطاوله، بس بيجي هو من برا بيغمض عيونه بيشرب بالمزاز يحاول يخمن وش المشروب. والله اني جايب لك اشياء حلوه. جاهز؟ والله ماني جاهز. بهذه اليد. ليش؟ احسن. بالله جد؟ ايه. حاجه ورقه بقص. انا دائما اسوي دايره صح؟ بيض مويه مع شطه. لازم تبلع. ما فهمت كويس. رب حاره. عرفت؟ في طعم مويه مع شيء ثاني. مع شطه؟ هي حرارة. صح صح جد جد والله صح. هذي حط ميكس. يلا يلا ثقيلة بقوة بقوة بقوة. والله بيض والله والله بيض. عطوا فتحنا. فالحين دورك. اول مشروب تهنية زي الزيتون. بالعافية. ايش هذا محمد؟ ايش هذا محمد؟ روحش طحينية طحينية. وايش وايش؟ اي هذا كويس. يلا بسم الله اشرب. يلا خلي التفاح له زيت زيتون. زيت زيتون الله عليك.